السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم معايا في واحد فلوق جديد. اليوم عندي واحد العروسه غادي نقش ليها ان شاء الله. غادي نصور لكم الروتينات ديالي، شحال هادي ما حطيت لكم هنايا شي حاجه، وكيف ما كنت وعدتكم شحال هادي قلت لكم راني غادي نرجع الروتينات ديالي وغادي نبقى نحط خدمتي، حيت الناس كيدخلوا عندي كيقولوا لي سميره توحشنا الروتينات ديالك، توحشنا خدمتك، توحشنا النشاط ديالك، توحشنا بزاف د الحوايج. كنعتذر حيت كان غير على الوقت ديال كورونا وداكشي، كان شويه الدنيا مزيره. دابا الحمد لله، اللهم لك الحمد، الدنيا بدات كترخف، الخدمه تبارك الله بدات هذه كتيسر وداكشي. قلت لكم اليوم لمالا معايا العروسه ديالي منى. مرحبا بك منى، الله يكمل عليك بالخير. امين. ان شاء الله هي اللي عروسه ديال اليوم في تامسنا، غادي نكون ان شاء الله في تامسنا وغادي نحني ليها. والمهم تشاركوا معنا ديك الاجواء ان شاء الله يكون غير الخير، وكنتمنى يكونوا الفيديوهات ديالي كيعجبوكم والروتينات ديالي كذلك. وان شاء الله ديما الجديد، واللي بغى شي حاجه مرحبا بها، اللي بغى شي اقتراح نحطو لكم هنايا، ما عنديش المشكل. هذه قناه سميتها الروتينات، يعني بنادم غادي يتنوع كل مره شنو غادي يحط، وكل مره شنو هذيك. غنشارك معكم كل شيء، خدمتي، الافكار ديالي، الخارجات، الناس، كل شيء. داكشي اللي كتدخلوا عندي الواتساب كتقولي لنا سمير حتى الخياطه اللي كتخيط لي جلال حتى هي غادي نحطها لكم ان شاء الله. المهم كاع البلايص اللي فيهم اللي غادي تنفعوا منهم، والحاجه اللي غادي يعني غادي فيها الافاده راني غادي نحطها لكم. وصحاب النشاط راه ما غاديش ننساكم، مره غادي تنشطوا معايا ان شاء الله. وكنتمنى الخير القدام ان شاء الله، وتكونوا ديما معايا وانا معاكم. اللي عجبو الحال عندي مرحبا والف مرحبا به، اللي ما عجبوش المحتوى ديالي حتى هو الف مرحبا به، ما عنديش المشكل. انا اللي بغى يبقى معايا مرحبا، اللي بغى يديزابوني كيف ما كيبقاو يقولوا لي في التعاليق ما عنديش المشكل انا في حتى شي حاجه. المهم انا قناه ديالي هذه سميتها الروتينات سميره النقاشه، اللي عجبني راه كنحطو لكم، والناس اللي بغاو شي حاجه راه يقترحوا عليا حتى نحطها لهم، ما عنديش المشكل. الناس اللي بغاوني نجي نصور لهم ما عنديش المشكل في حتى شي حاجه. يعني الناس كيقولوا لي سميره اختي واخا عيطنا لك ديري لنا شي حاجه هنا، ما عنديش المشكل والله، بكل فرح وسرور بلا مقابل بلا حتى شي حاجه. انا ديال الناس كامله، ما عنديش المشكل في هذه القضيه هذه. وشكرا لكم مره اخرى، وخليكم معايا ان شاء الله. كنتمنى العشيه تدوز بخير، والعروسه الله يكمل عليها بالخير. وهذا ما كان، شكرا لكم، وتنطلقوا. حنا وصلنا عند العروسه. السلام عليكم. وهنايا جبت حنينتي كتحضري الموسيقى، داكشي علاش ما صورتش. يلاه صدوها دابا، خلطوا حنينتنا ونجدو راسنا. العروسه بيد ما لبست وتكادات، طلع نصور لكم داكشي ديال الحنة، الجلسه وداكشي، داكشي دايرينو بلدي، ما كاين لا كفاله والو. اليوم دايرين داكشي غير عادي، يعني حنة عاديه، ومعنا واحد اللعابات هما معروفين تبارك الله في الرباط، وهادي خليها مفاجاه تبدا وعاد نصورهم لكم. وان شاء الله ندوزو عشيه زوينه مع هاد الناس. نبداو دابا حنينتنا على بركه الله، بسم الله. المهم العروسه تسولتها واش باغا الدوريو ولا لا، ولا غير حنا عاديه، قالت لي لا اختي انا باغا الدوريو، بغات حنينتي تخرج ليا مزيان. وحنايا عن طلب ديال الناس، اللي بغا الدوريو كنديروه ليه، اللي ما بغاش ما كنديروش، كنستغناو عليه. صافي نبدا نخلط حنينتي بعد ما وجدات لبست حويجاتها، وحنا معاكم. انا ما كثرتش البنت الدوريو، غادي نزيدها هذا ميسو. البنات اللي كيسولوا على ميسو هو هذا، شوفوا كيعطي واحد اللون زين في الحنه، وكيخليها كتخرج مزيان. غير شويه منو، غير نقيطه انتم عارف هاد النقيطه، راه تبارك الله راه كتعطي المفعول. بالنسبه للبنات اللي كيسولوا على الطريقه، انتما الحنه البنات في الاول كندير غير شويه ديال الماء كيف كتشوفوا، حتى كنجمعها عاد كنخدمها مزيان. الماء كيكون دافي، ما كيكونش طايب، دافي. كنجمعها بهذه الطريقه وكندير هاك، Thank you.
الله يحفظك. عطيني التليفون كلا بغا شحال ينقص. أيوه. تيسول. أه تعطيك. العريسات. هذيك النقاشة شكون علمها؟ شكون؟ راه أنا. يا شتي. قالت لي صافي عسير الله يسهل عليك. أنا راك شتي النقاشة بالرابو. كنحط المعلقه ديال الحنه تنحطها ونفخ عليها بش شتي ولاد ورده الناس الواعرين اي والله يرحم اللي علمنا والله ي... واللي نصحنا واللي نصحكم وعلمكم الله لا بيخ معلوم ايوا حنايا سالينا هذه هذه ديال العروسه وهذه ديال المعروضين كانت العروسه كتبقى بوحديتها حنينتي ها هي واجده هذه ديال العروسه وهذه ديال المعروضين نطلق واحد الشويه عاد مازال نخلطها بمعلقه خليتها دابا عاد شويه ثاني نعاود ندلكها مزيان حتى تطلق اليوم بالصدفه تلاقيت مع الاخت فاطمه معروفه عندنا في الرباط هذه فاطمه قرتالو ما لا يعرفوها كاع الناس دابا اللي عندي راه كيعرفوك فاطمه مرحبا بينا اليوم عند الناس تحياتي لخشي سميره ديالنا الله يكبر بيك اختي ونهار كبير هذا تلاقيت بيك وعندنا سميره وحده من طنجه للبويره الله يحفظك ليا فاطمه اختي الله يكبر الله بيك خلينا سميره ديالنا الله يكبر بيك اختي كيحبنا كنحبوا ولا كيحبوا الناس راه كنموتوا عليه اللي كاين اخت الله يسهل عليكم الله يوفقك I'm
صحه سميره اختي، وديديكاس للعائله والحباب ولي زامي ولي فامي، ومن طنجه للقويره العاصمه داخل الوطن خارج الوطن، كلشي كنحبوه وكلشي كنموتوا عليه، خاوه خاوه ما كاينش العداوه. هذاك الشيء اللي كاين اختي، يعطيكم الصحة. الله يسهل عليكم. وهذه الطويبلة ديال الحنة ديال العروسة، العروسة دايرة داكشي عادي، ما كاين لا برزة لا حتى شي حاجة كيف قلت لها من قبيلة. يا هذا بيفو ديال العروسة، هاد لي بغاتي انا، ماشي انا اللي كنصاوبهم، ماشي انا اللي صامتهم ليها، ما كنتش عارفه اللي كنصاوبهم. هما هادو وهاد الكميميسه حتى هما كنصاوب بحالهم، غنولي نشارككم معكم هنا عندي في القناه ان شاء الله. هادو لي كاب كيك ديال العروسه، هما هادو نسيتي العصير. صافي مزيان، هادشي اللي كاين.
Thank you.
ماء. Thank you.
سالينا دابا تقريبا نقولوا 11 يمكن ياك 11 حنا سالينا العروسه الغزاله هي معنا دوزنا معها نهار زوين حراره حبيبه الله يكمل عليك بالخير الله يسهل عليك شيماء الغزاله تيكونوا معاها علي صاحبنا وبتحبنا واختي حتى هي معنا اجي اختي دخلي اجي ما تحشميش غير انتي انتي كتحشم يلا ان شاء الله كنتمنى يكون الفيديو عجبكم ديال نهار اليوم ان شاء الله الى فيديو اخر شي فلوق صغير عاوتاني شي عروسه الله يستر عليكم كاملين ان شاء الله تعرف يكون المرجي عندك انت شي عروسه ان شاء الله المره الجايه حتى هي وشكرا لكم.